هتقعد على كرسي غريب وهيتلف حواليك حزامين، وفي صوابعك جهاز معدني، وفي دراعك في جهاز بيقيس ضغط الدم. انت دلوقتي موجود على جهاز كشف الكذب. دايما في الافلام بنشوف ضباط المخابرات وهم بيحققوا مع الجواسيس، وعشان يعرفوا الحقيقه بيستخدموا جهاز كشف الكذب والمعروف باسم بوليجراف. فهل فعلا العلم توصل لطريقه لكشف الكذب؟ المفاجاه ان الدماغ البشري بيعتبر الكذب مهاره زي اي مهاره تانيه، والعلماء بيقولوا ان منطقه اللوزه الدماغيه المسؤوله عن العواطف بتتطور مع الكذب المستمر، ومع الوقت هيفقد الكذاب انسانيته وعواطفه وكمان الشعور بالذنب. شركة كونيفرس الأمريكية قدروا يوصلوا لنظام جديد لكشف الكذب اسمه آي ديتكت. البرنامج ده بيطلب من الشخص الإجابة على عدد من أسئلة بنعم أو لا، زي هل الرقم اللي بعد 6 هو رقم 7؟ وبالاعتماد على حركة العين وردود الأفعال بيقدر يكشف الكذب في أقل من 5 دقايق، والشركة بتقول إن نتائج دقيقة بنسبة 88%. لكن إزاي الكذاب بيقدر إن هو يخدع عقله ويبين إن هو بيقول الحقيقة؟ تقدر تتلاعب بالنتائج ببساطة في إنك تفكر في حاجة تانية غير السؤال، أو إنك تهول في الإجابة. ولما تتسأل هل الرقم اللي بعد 6 هو رقم 7، تبدأ تفكر في ذكريات الطفولة مثلا، أو بدل ما تجاوب بنعم أو لا هتقول أكيد طبعا الرقم اللي بعد 6 هو رقم 7. وهنا الجهاز هيظهر نفس النتيجة في كل مرة، وهيكون ساعتها صعب تحديد الحقيقة من الكذب. لكن ممكن تكون بتقول الحقيقة وعقلك بيتصرف على إنها كذبة، وده اللي بيعمله الضغط النفسي أو التوتر، واللي بيخلي الجسم يتعامل بشكل مختلف، فبتظهر على إنك كذاب، زي التعرق أو التلعثم أو إنك ما تبصش في عيون اللي قدامك. عشان كده واين كريستوفر الضابط السابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA بيقول إننا ما ينفعش نعتمد على أجهزة كشف الكذب، وإن هو ذات نفسه تم اتهامه ظلم بسبب نتيجة اختبار كذب كانت غلط. لو لسه عايز تعرف أكتر تابع الحلقة الجاية من برنامج في العموم.